فيديو جديد ومعلومة جديدة وخبر جديد من قناة كلام كل يوم. في البداية ما تنساش تضغط اشتراك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. النهاردة هنعرف تقنية جديدة هي موضوع هذا الفيديو، وهي تحويل النص إلى جدول. لتحويل نص إلى جدول لابد أن يكون النص مكتوب بهذا الشكل، حيث إن بعد التحويل يكون 1 يحول البرنامج كل سطر إلى صف في الجدول، 2 يكون الفاصل بين خلايا الصفوف علامة ثابتة أقوم بإنشائها كما أريد، وهذه العلامات مثل الفاصلة، علامة الشباك، علامة الموجب، علامة الضرب، أي علامة أخرى أريدها. 3 يكون عدد الأسطر هو عدد الصفوف في الجدول. 4 يكون ما قبل أول فاصل لكل سطر هو أول عمود، وما بين الفاصل الأول والفاصل الثاني هو العمود الثاني، وما بين الفاصل الثاني والفاصل الثالث هو العمود الثالث، وهكذا. 5 العلامات الفاصلة بين كل بند وآخر، أي علامة أريدها، أي ممكن أن تكون علامة الفصلة أو علامة الناقص أو الزائد أو أي علامة أخرى مميزة، أي يجب أن يفصل شيء مميز. في هذه الحالة الذي أمامنا الذي يفصل بين كل بند وبند علامة الضرب. ولكي أحول النص إلى جدول أقوم بتظليل البيانات التي تمت كتابتها، ثم نذهب إلى علامة التبويب إدراج، ومن جدول نضغط على السهم الأسفل ثم نختار تحويل النص إلى جدول. هيفتح مربع حواري، عند كلمة فصل النص نختار غير ذلك، ونضع في الخلية الفارغة العلامة المميزة التي اخترناها، وهي هنا علامة الضرب، ثم أضغط موافق. نلاحظ تحول البيانات إلى جدول، لكن نلاحظ أن الجدول لا يظهر بالشكل المناسب. لكي نجعله يظهر بالشكل المناسب قبل الضغط بموافق نختار احتواء تلقائي للمحتويات. ملحوظة، ممكن نختار العلامة المميزة الفاصلة أي حرف، لكن يفضل أن يكون من لغة أخرى غير لغة كتابة الجدول حتى تكون مميزة. هناك علامات أخرى كما ترون، هنبدأ بعد ذلك بتنسيق الجدول بأي تنسيق نريده، مثل تلوين الصف الأول، تلوين العمود الأول،
عمل الحدود للجدول بالشكل الذي أريده. نرجو أن تكون قد استفدت من هذا الفيديو، وشكرا. في نهاية الفيديو، لو دي أول مرة بتشوفونا، ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات الجديدة أول بأول.